ماشي يا عم انطلع. ايه لا بقى ما عليك. لا لا يعني لازم تاخذ السلبي عشان تحسن منه، تاخذ الايجابي حلو الحياه جميله يا جماعه وتترك يعني السلبي تمام اذا انت ما تقدر تحمل. عشان ليش قلت سلبي؟ انت ما تحمل السلبي. انا ما لا بالعكس تحمل تحمل بس الطريقه خاطئه 100%. تضرب مثال على واحد من الشباب كلكم مبدعين، قلت لك ان انا معدي عليه مشاكل وهو لا شغل التسليك هذا جاي على كفاءه القناه. الله لا يجعله لا جد جد ما نبغى تسليك الله لا يجعله لا ما سلك الموضوع. انتم كلكم مبدعين شوف شوف والله انه جميل خالد يا جميلين مره في خالد عاد قول قول والله الله يعزك. طيب ايش اسمه؟ كلكم مبدعين. عطى عطى اسم عطى اسم على انا بدر خان كمار 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 انت انت اطرف واحد انت كمار بدر خان بدر خان ايه عرف ذاك سادون صديق انا هذا تعبان تعبان معلوم هذا ليش تعبان هو الحين يسوي سكر عشان هو غسل لنا سياره شمس كله وجه انا كلام صديق ريح ثلاثة كيك كمار حبيبي كمار هو غسل غسل سيارة غسل غسل سيكل انت الحين يا اخي والله ما ادري متى اسوي لكم كيك يا اخي احب اسوي كيك اوه والله انت كيكات احب اسوي كذا وتحط تليص يحب يسوي يحب يسوي قبل يسوي كيك وسكر ناوي يفتح محل كيك لا بس هو كذا كذا يفتح محل كيك قال اصلا هذا كيف صار قلت لك انا وبعدين بعض الناس زعلوا مني ترى ما زعلت بعض الناس زعلوا مني برا برا ابيك انت تجي بس انا قلت لك انه لازم ذا يلا متى والله لازم عندي الرسبي وعندي كل شيء لا انت لازم بفعل القطه 50000 اللي ما يمشارك يتوكل اصبر اصبر بسوي شوف دقيقه دقيقه واجد 50000 واجد 50000 والله مباجد طيب اسمع اسمع واحد طفران الله طيب تحزن القطة 50000 50000 ليش؟ وش هو الدعم دكتور؟ اللي بسوي لكم الاعلان حينما نتحدث عن سادون هاني هذه 50000 بسيطة بسوي هنا تليص وحركات والله انه ونجيب الجهاز ذاك اللي يدور اي عشرات عندي ريالتي ريالتي هنا نزلوه هنا ريالتي اجيب هنا ابدا الكيك من اول لا والكيك راس عبد الكريم كذا ويدور ويدور حينما نتحدث عن جيب له كريم احلى فقره من الكيك كذا اي لما يجيك الكيك كبير كذا تدهن الكريم وش تبونه باي حشوه بس هذا ما شو اسمه حلوه التصوير حلوه التصوير شو سويت انا؟ مراصيص خرجت من اللقطه البايخه ترصيص والله ترصيص كان بيسوي شيء مو دقيقه مراصيص ما قدر افتح صح ما قدر افتح حقتي حسيت عرفت يجيب الملابس من فوق عرفت ذيك اللي كذا والله كان شعور حلو جدك اذا بتنحاش منه لكن اعطاني ذي الملابس صار الموقف مره يا اخي كنت بجرب الشعور عرفت تعرف اللي هو واقف كذا يجيب اللبس ما اخر الدنيا تلقفت انا كان يشيلوني مشكلتي اني على قولتهم ملقوف كان تعرف مو يعني براند معروف مول كبير يعني زحمه فايش سويت انا؟ كان في لبس معين ابغاه هناك مقاس انا طبعا ملابسي البس سمول ميديوم ما يحتاج تعلمنا واضح يعني المهم طول عمر كان في زحمه قصده عشان نشتريه يعني اي اسم ولاد ترى عادي عادي اسلم المهم طول عمر فزحمه واكلم العمال اكسكيوز مي اكسكيوز مي ما حد رانش زحمه ايش سويت انا قلت والله وصلت معي متاخر فاطال عمين يسار قيت في الزاويه هم دائما يزبونون ورا ملابس فاخذتها مديتها عرفت بالعفو لا وطخت السلم الصغير ذا عرفت طلعت فوقه طلعت فوقه ابغى اخذ اللبس قربت 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 جاء ورع صغير شطفني عرفت ودق السب خفيف طبعا وانا خفيف على طول الا تعلقت طاح الستاند كامل يا سلام ملابس وعلى الزباين وعلى امطرت ملابس رحت انا اللي هنا سروال ونفنين فقعت امطرت ملابس بالله هرفت كويس الوجه مغطى سريع ما انقبلت طب خلاص بدي كفر لا يا ولد ركز صديق خشينا دوني هذول المحل وعرفت وليش والله شو الفيديو اخشي خارج عن الاراده والله وابشروا باللي عادي امطرت ملابس اخشي قال على حسابك الله يهينك تصلح الستان مستان جبت عامل والله شيء ما زادوك 50 تقريبا كم اعطيته والله 300 ريال وشوي العامل ليه ما قلت بعلق لكم تعليق صوتي يا اخي والله عشان اثبت لك اللقافه شينا ترى اعطيته 300 عشان ما احتاج تثبت عشان يضبط وفي في مثل يناسب اي شيء انت تسويه في مثل يناسب حرام انت لا 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 دقيقه في مثل يناسب ذا الموقف صح دقيقه اي ليس كل ما يريده المرء يدركه لا لا ليس مك صح لا ليس كل ما يتمناه المرء بس ضربته اكل الكراتيه يا شباب من يبي يمدح صح والله صح ولا لا اكل الكراتيه يا ربك طبخ طبخيه يا ربك والله يا ياسر صوته كريستالي والله كريستالي بنسميه الكريستالي خلاص معنا اسيد اثنين بنقال كريستالي
لا صدق والله صوتك. طيب رد علي، رد علي بصوت. تطلب منه شيء يسمعك، سمعك شيء ضروري والله ضروري. عطى شيء كريستالي. لكنت بتقولها بحلاوة الحب. يلا اي وش بس توت هذا ابي شيء لكنت بتقولها بحلاوة الحب. اختار تبي النوع فرايحي تبغى لك بعدين كريستالي تبغى فر اسمع عرفته كريستالي اصفى درجات الزجاج يعني كريستالي ولا جزاز زجاج لا زجاجي غير قزاز يا الغالي يعني ما شاء الله اصفى من جبهة خليل عرفت كده ما انت تقع عامر تدلل ما ادري والله اي عامر صوتي كذا وش ثلاثة ايام ترى عشت وين هي باقي واجي طيب باقي واجي لا مو بالدائريه انا اخذت مربع بس خليل شو بيها اصلا وين هنا كيكه لا لا ابشر خليني اسمع صوتك الله يرحمك اسمي فرايحي ولا حزين ولا لا هو عنده واحدة كان بيقولها فرايحي حزيني وين وين هي من أول ركز فيها قال فرايحي حزيني يرد على فيصل فيصل ما كلمة لا وش الشيء ده ثواني عليك لا هذا مكرر في نشزات حط هذه هل بوش اعتبر النهاية حكي هل يا نور ياسر شبيك خلاص ما يبي مدح ثاني بسرعه فيها طيب ايش تبغى يا نشيد هلا كسر عندنا اللي تبي ايه اللي تبي عندنا اربع نشيد لا بس دقيقه هذه متكرره اللي تبي خل هلا كسر بالله اقولها هذه اللي كسر كان بقولها اي هذه كنت بقولها انا بس الحمد لله يعني هذه بتقولها هذه بقولها هذه بقولها طيب هذا صوت كريستالي ما ادري ايش اسمه ذا هذا نشيد كريستالي هذا بكلم مسيد يلا عاد خليني اكمل خليني اعبر عن كلمات الشعر خلي اعبر عن احساسه بالمدح احساسي انا يا الله يا الله ايش فيك يا خليل ايش فيك طيب بسم الله نسبت ما نبغى صوت تفضل بدر خليك معنا يلا افشل وضح يا تفضل حياك الله هل كسر عند الله بينك انت وبين الله هلك صدقات تخفى لا يعلمها الا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تخفى كمل طيب خلاص خلاص والله هذا البيت في كتابك حين ترى الله عد والله شيء مره يا انت يا قلبي انت منشد الشعر قفلت بنصه انت منشد الشعر يعني منشد اضوي قنادي للازل بكره شكرا الله نعتذر عن الحصل من الشباب شوف انا اقول لك يا حبل افكاره انا احب شيء دراما ما هذا قطع حبل الافكار لا هذا قطع حبل الافكار يا خلاص هو وقف لا تتعذر له على ترى جيبه من محامي عنده بالله نبيه ينشد بالله لا تقطع حبل الافكار هو سلام ذي وكيل اعمال بيني وبين عقد ترى خارج البرنامج يلا احنا في نشيد خارج البرنامج في البرنامج حتى في العصر حتى في البرنامج يلا اي صوت بروك شو يلا اجين اجين خلاص اذا عندك عصر مشكله تصفقني على المجي تفضل عشان بتطق فيها احد عبد الكريم نبدا يلا يا بسم الله والله في نشيد والله السودون ترى احنا سودون ناد اسمه يحيى وخالد اذا حصلتم على طريق اذا حصلتم على طريقك عندنا نشازات اصوات نشازيه اوه اصوات خالد لا انا هذا بعد بنقول ما عندي نشاز انا خالد يحيى طيب كلهم اسكنوا حبكم فهو النجاة جنة الحب لكم فيها حياة اسكنوا بسماتكم طيباتكم أيها الناس لكم في الحب دين أيها الناس لكم في الحب دين كل دين عن إلهي قد أتانا ملأ الدنيا سلاما وحنانا فاجعلوا حبكم دينكم أيها الناس لكم في الحب دين أيها الناس لكم في الحب دين ما علينا نوثق الناس حسابا فلماذا نجعل
يا اخي والله قلت حيل لا والله جد عادي خلني اقطع قبل افكارك تكفى نشاز خلاص لا ترفع خلاص يعطيكم العافيه نشوفكم نشست اي خلاص لا يعطيكم العافيه اي نشست انا يعطيكم العافيه خلاص نشوف نشيد ان شاء الله الجاي ها لا خلاص بدر شو اسمه كذا خليني ليش تعطي والله نشاز والله نشاز لا كبر كبر اعطوني بالله موهبه جديده نشاز ها يا والله صوتك ما شاء الله عادي صوتي جميل دار صوت جميل شارك برنامج على وش يعني على طاوله اكيد يعني والله بدر على كاسيلا بالله ترى التقرير حقي التقرير هذا التقرير مو انا امدحك صوت حلو ايش عادي صوت حلو طيب ايش دخل عادي نشاز ضباب مثلا خلاص صوتك شين صوتك لافي هذا من الثقيل بس ما ادري تبغى يسبك هذه نشزت فعلا اطلع اطلع حق الافاسي اطلع حق الافاسي والله اتفق فعلا اي تكلع شكرا صالح خلاص اعد مميز صار ما علينا نوثق الناس حسابا ولماذا نجعل العيش عذابا ما علينا نوثق الناس حسابا فلماذا نجعل العيش عذابا ولنا رب إلى الحب دعانا ولنا رب إلى الحب دعانا أيها الناس لكم في الحب دين خلاص خلص النشيد يعطيكم العافيه عطنا واحده شكرا لكم عضوي قنادي للأزم هلك بفنك للسماء عطى ياسر في اط مويه هاتت حطها تبي مويه بس تكفى تضيع عشان بكره فيها له رحله الاسبوع الجاي قدر الله اضوي قنادي للعلم الله يجعلني قبله ينعى اقول يا الله ثم يا الله طيب. الله يهب لك حظ اللي ما تكفى تعرف في النشيد انه ترى شيء يعني خليني لا تكفى تنشد يقول فاصل تكفى والله جد اعطي هذه ها اعطي هذه صوتك خفيف خلاص صدق يا طيب يعطيكم العافيه شكرا موصول اسكن حبكم فهو بالهوى نادى يا عبد الكريم خله يا اخي خله هاني هاني بمشي هاني تعبان ها قست هذا بالهوى نادى يا طيب يا طيبة يا طيبة أنا اشتقنا لك والهوى نادانا يحيى وينك الهوى نادانا يا طيبة يا بدر يا بدر والله يتأثر بالله عطى تعال يلا يلا تعال يلا يا طيبة تفضل يلا يلا بدل ما تبغى يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان اشتقنا انا لا بعد طيب بعد يا طيبه مصطفى بلادي ما شاء الله صوتك نفد نخرتي حداد سويت مع الاسم صوتك زائد مسافر والله والله طلع حلو انا ضبطت جبت له علاج والله علاجي والله مش العلاج اللي لا صدق سويت مبادرة له والوائل شوف كيف ها مو مات لا 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 شوف البث شوف البث بعدين لا 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 الهوائية الهوائية الأوتار الهوائية لا هذه الحبال الصوتية الحبال الحبال مسالك الحبال الأوتار الصوتية والله والله زلفك اقسم بالله يزيدك كوبا وتار حبليه مسمار انا خلص الصباح ليه انا خلص الصباح ليش في تفكير ايش ما بيجي انا اليوم السياره هذه نفط تعبان شوف تعبان انت اول اتفاق انت ليش ما بيخلص انت هرامي كبير ما في هرامي كبير انا مدير هرامي كبير انت صرصور كبير انت هرامي كبير انا خصم هذا هذا مشكله كيف هذا اتفاق هذا مشكله ما في يرفع صوت ما في يرفع صوت
هو زبطته ها؟ هو هذا تعبان، انا ما في مشكله اعطي راتب في بيت ما في يسوي كذا. واسطه انت سوي انت كذا كذا انت كذا هذا مدير كبير بدوني خان. انت سرسور كبير ما في سرسور ما في يجي هنا. سرسور الليل هو موجود في الذواقه ايزي في الليل. وين تروح قبل شوي؟ انا معلوم هذا صديق النفر كله. معلوم هو انت سرسور صديق نظف هذا انا اروح حوش كله زبط هذا عزبه مع خالد. فين زبط؟ ايش سوي هو؟ ها؟ جيب اسطوانه شيل هنا. ايش سوي هو؟ هو عشان يسوي كراك، يسوي شاي، يسوي عزبه. ما شاء الله. انت تسوي كراك؟ زبط كراك؟ كله معلوم. بدر ايش المشكله؟ هذا خصور كبير هذا ما في مشكله كمان. تاخير ما في زبط سياره غسل في هذا نفر كفيل انا مشكل بعدين والله مشكل هذا ما في غسل زين كمان هذا نفر ما في غسل كويس شوف معليش هذا تعبان ما في مشكله في غسل دقيقه انت شوف عشان انا في البس كويس كرتي بورد الفكره هذا انا ما في فايده دروب. انا من زمان كذا يجي على طول يجي كشخه كمار حبيبي زبط اي شيء انا معلوم انت كم انا معلوم 5 سنة صح 5 سنة شغل ميمي معلوم انا انت كمار سوى هذا ايش ما في انا كمار ما في كمار انت هارون كمار. هارون انت كمار هذا مين هذا راتب يجي هذا جديد ما في انا اسم بدر خان اسم او بدر خان انا بدر خان هذا اسم ايش هذا هذا مزهريه سلسله هارون خان هارون انا معلوم انت نفر 100 5 سنة 4 سنة شغل 100 هذا مين نفر هذا يجي سفر هذا اليوم يجي هذا اليوم يجي من بلاد صديق انت هذا هذا اليوم يجي هذا معلوم هذا انكل بابا هو بابا انكل عمه هذا اخو ولد ما في عمه هذا هو عمه ايوه طيب هذا ايش معلوم شغله يعني انت هذا معلوم هذا سياره ايش معلوم شغله هذا معلوم نظف عزبه ما في مشكله نظف عزبه غسل الملابس ما في مشكله كله سياره معلوم غسل سياره يظبط سياره ميكانيكي كهرباء شيل مكيف حط مكيف ركب مكيف ما في مشكله يعني انا في هذا اثاث بيت انا معلومه اثاث بيت انا اثاث بيت انا شيل هو مشكله ما في اعطي فلوس هو اعطي انا انا اعطي انا مدير اعطي هذا فلوس انا مدير عشان لين هو تعليم كويس بعدين يعطي فلوس مدير بالله كم سنه يعطي فلوس انا سلا ما في ست سنة هذه 4 سنوات يا مصطفى هذا 4 ايش اسمه كنت قبل بدر خان 6 سنة ايش اسمه هو هذا اسم يحيى خان يحيى خان والله يشوف هو وجه ممكن كويس اسمع معنا ممكن امان انا ما والله وجه اللي انا كل يوم صلاه والله ان وجه شفت هذا شفت وجه اللي طيب ايش رايك اسمعني ضاربنا الجاده ما اعرف وين الله حاطه قول له الله غير يمشي اسمع يا صالح الله يهديك اسمع عمو عمو انا تزبط والله انك ما عندك ما عند جدتي قول له الله اسمع عساك سالم تبي شوري هذا انكل هذا حرام كبير من البلاد مين هذا شفت هذا شفت هذا معلوم هذا الوجه انا ما في اسمع ايش يقول ايش كلام هو هذا يسوي هنا دبه خروف والله اشتريت الوجه هذا خروف اسمع شوف هذا قول له الله اسمع من الله